نايف، هذه اخبار كشف الرح. الاسد المغربي نايف اكرد انتقل من ويسهام يونايتد الانجليزي الى ريال سوسيداد اسباني، وانتقل على سبيل الاعاره لموسم واحد. اللعابه ديالنا كيتعرضوا لبزاف ديال الضغوطات، لان نايف اكرد جاء واحد العرض خيالي من نادي سعودي، ولكن عنده عقليه ديال الكره وعارف بان كره في الخليج ولا في السعوديه وفي الخليج بصفه عامه هي مقبره اللاعبين. اي لاعب عنده العقل عارف بان مازال في البدايات ديالو، بلا ما يمشي ديك الجهه، ما علم ان كاين اموال تما. وكيف ما شنعرفوا ان النادي ما كيفكرش في اللاعب، كيعتبر بان اللاعب هو مشروع شريه بحال الشكل ديال العبد ديالو. هي ماشي 100% الكلمه، ولكن راه فيها العبوديه، لانه هو اللي كيرخص لك واش تمشي. وملي اللاعب كيتباع راه النادي اللي كيستافد من الارباح. مثلا بحال كريستيانو رونالدو ملي تباع، ملي شراشو السعوديه من عند اليوفي، راه شراشو ب 200 مليار يورو. اسمع معلم، شراشو يعني هنا كاين فلوس كتشرى عاده باش بريم دو سينياتور بوحدو. ما ندخلوش في هذا الموضوع هذا، يعني برافو عليك سير، الله يسخر لك هادشي اللي بغينا لك، الله يجيب لك التيسير خويا.